بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، وبنجدد معاكم العروض يا جماعة. النهاردة راجعين لكم بعروض عيول سوداني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين يا جماعة، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، حياة لحم وحياة تتكمل. اللي انت عايزه موجود، يعني في اللحم وفي اللي يتكمل، وفي حياة أقل من كده وفي حياة أزيد من كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعة دبابات، الله أكبر، دبابات، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، دبابات، الله أكبر. دي العيول أم سنكيتة يا جماعة، اللي محتاج أي كمية إحنا تحت أمرك. العيول دي يا جماعة عيول سنكيت، عيول سوداني، اللي محتاج أي كمية إحنا تحت أمرك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا جماعة. الكلام العيول دي بتتباع زي الجمال كده، يا حبال يا بالراس، عايز واحدة، عايز اثنين، عايز خمسة، عايز ألف، اللي انت عايزه ان شاء الله موجود، اللي انت عايزه بإذن الله موجود. هذا جمال عيول زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العروض دي يا جماعة من محافظة أسوان، العيول دي داخل محافظة أسوان. لو محتاج أي حاجة رن علينا 010-15-420-713، 010-15-420-713. الأسعار بتبدأ معانا يا جماعة من 35,000 وطالع، زي ما انت عايز. الأسعار بتبدأ من 35,000 لحد ما انت عايز. في حيات يا جماعة بتوصل لغاية 45,000، وفي حيات بتوصل لغاية 50 و55,000. الحجم اللي انت عايزه موجود. وبنقول للناس برضو يا جماعة، اللي محتاج مثلا عجل للفدو فيهم برضو، ادي حاجة حنينة وعلى كد فلوسك، عشان كان في ناس كلمتنا، كان في الحبل اللي فات ناس كلمتنا عايزة عجل، اللي عايز له اثنين للفدو، اللي انت عايزه ان شاء الله موجود. بس يا جماعة البيع والشراء من على ارضه، يا تاي تنزل تنورني واجيب لك عربية، عايز عجل، عايز اثنين، وترفعهم وتعد حسابهم وانا تحت امرك. لكن موضوع التوصيل والفلوس واستلم هناك ده يا جماعة، الكلام ده مرفوض من صاحب المال نفسه. يعني انا ما غير ان انا وسيط ما بينك وما بينه، واحنا ناس بتطلع لنا عمولة في العجل. يعني احنا ناس بتطلع لنا عمولة في العجل. انت عايز اي كمية احنا تحت امرك. للتواصل يا جماعة 010-15-420-713، 010-15-420-713. الأسعار يا جماعة بتبدأ فيهم من 35,000 لحد زي ما انت عايز، على حسب العجل وعلى حسب الوزن. في أوزان بتوصل يعني لغاية 500 كيلو، فيه لغاية 500 كيلو فيه، بس دول مجموعة يعني الأوزان تقريبا كده 350، من يعني هنقوله من 250 لغاية 450 الأوزان اللي هي في الفيديو دي اللي موجودة قدامنا، من 250 لغاية 450، يعني في 250، في 300، في 350 تقريبا، يعني بيبقى في 5 كيلو فوق 5 كيلو تحت. يا جماعة هذه فتحات العيول، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. العيول دي يا جماعة واقفة فترة عندينا هنا في أسوان، العيول دي واقفة فترة في أسوان، يعني ابتدت تاخد على المراعي بتاعتنا، يعني إن شاء الله تاخد لحمة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لو محتاج أي كمية، عايز خمسة، عايز عشرة، عايز واحد، اللي انت عايزه احنا تحت أمرك. في عيول برضه يا جماعة أقل من دي، يعني عيول جاني، عيول لو عايز تربط منها في موجود. وزي ما بنقول يا جماعة، لو عايز عجل للضحية موجود، عايز عجلين موجود، اي حد عايز جزارة، اي حد محتاج اي حاجة يا جماعة يتواصل معانا، واحنا بنروح نخلص معاك البيعة من صاحب المال، واحنا تحت امرك. بنجيب لك عربية وبتحمل فيها وبتقصد باب كريم اذا كنت انت من اي مكان خارج اسوان. هذه العيول يا جماعة تفرجوا على الجمال، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تحياتنا للمعلم عمر، تحياتنا للمعلم عمر، معلم محمود، المعلم عثمان، تحياتنا ليهم، الشباب المكافح، الشباب المحترم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي يا جماعة.
دبابات الله أكبر. العرض ذا يا جماعة دبابات بسم الله ما شاء الله الله أكبر. لو عايز يديان سوداني موجود برضو إن شاء الله. لو عايز خرفان سوداني موجود. الشغل كله اللي مركزين عليه الأيام دي يا جماعة الشغل السوداني. عايز عيول سوداني موجود. عايز الخرفان بس حاليا ناقصة يا جماعة. الخرفان السوداني في اللي هو السبوع ده ناقصة. بس بيأي 5 بيأي 10 بيأي 15 بس بيأي وبيطلع على طول والله. حتى احنا ما بنلحقش نعرضهم يعني. عايز جديان سوداني ان شاء الله. في حيات برضو متحملة جديان سوداني ان شاء الله داخل الفجر بإذن الله. اللي انت محتاجه ان شاء الله موجود. هذه المال يا جماعة ما تنسوش يا جماعة تدعمونا بلايك وتخلوا الفيديو ده يطلع. يعني مش هتخسر حاجة. انت لما تدوس لايك مش هتخسر حاجة. بتطرح لو انت مش محتاج حاجة غيرك مثلا بيبقى محتاج العروض دي ان هو يعني ايه يشوفها حتى ياخد خلفية عنها. هذا يا جماعة عيول سوداني مرعى أسوان دي. عيول سوداني مرعى أسوان بالختم بتاعها بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هاي يا جماعة تجيب الخير بسم الله ما شاء الله. ومال مال يفرح يعني الله أكبر. نسيبوا لك رقم التليفون تاني لو محتاج أي حاجة 010-15-420-713 إن شاء الله يا جماعة. إحنا اليوم كله بكرة متويدين في ضراوة. اليوم كله متويدين في ضراوة إن شاء الله. لو محتاج أي حاجة تنزل عليا وأنا تحت أمرك في أي حاجة. نقول رقم التليفون تاني 010-15-420-713 010-15-420-713. نحب ننبه تاني يا جماعة البيع والشراء من على أرضه. يعني انت عايز لك عيل عايز لك اثنين انت هتاي انا تحت امرك. مش هتاي تحول لي فلوسهم انا ابعتهم لك اي مكان انت عايزه. لكن الفلوس يا جماعة ما فيش موضوع استلم واستلم هناك. لا البيع والشراء من على الأرض. وانت ما فيش أحسن من انك انت تنزل وتعاين بعينك. أحسن حاجة انك انت تنزل وتشوف مالك وتعاين بعينك واحنا تحت أمرك. نقول رقم التليفون تاني 010-15-420-713. في نهاية الفيديو ما تنسوناش في لايك. والناس اللي داخلة جديد تشترك معنا في القناة. احنا كل يوم بنقدم جديان سوداني عيول سوداني نعاج سوداني خرفان سوداني. ان هو ناقص دلوقتي يا جماعة بس ان شاء الله الايام اللي جاية يبقى متواجد اي حاجة انت عايزها يعني بإذن الله. وبنقدم يا جماعة نعاج والدة ومعز والد ومعز عشر وجديان قاني وجديان لحم. اي حاجة انت عايزها رن عليها وانا تحت امرك فيها. نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.